إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، سنة ثالثة ثانوي، تلاميذ الذين اجتازوا الباك 2022، أقدم لهم امتحان رياضيات باك 2017، دراسة شاملة للدالة. انتبهوا مليح، هاو النص. مطول شوية. إذن انتبهوا مليح، الحل السؤال الأول، عندك الجزء الأول من سؤال المسألة، عندك لتكون جي الدالة العددية المعرفة على مجال صفر زائد ما لا نهاية، صفر خارج المجال بما يلي: جي لإكس هي إكس مربع زائد إكس ناقص 2 زائد 2 لوغاريتم نيبريان لإكس. أولا تحقق من أن جي لواحد يساوي صفر. عندك الدالة هاي اللي هنا موجودة جي لإكس هذاك، نعوض نعوض الإكس بالواحد، واش مدنا؟ مدنا صفر. إذا حققنا جي لواحد يساوي صفر، صح. ثانيا، انطلاقا من جدول تغير الدالة جي جانبيا، بين أن جي دي إكس أقل أو يساوي صفر لكل من إكس في المجال صفر واحد، وإن جي لي إكس موجب لكل إكس من المجال واحد زائد ما لا نهاية. إذا راكم تشوفوا لهنا الجدول، عندك صفر حتى ما لا نهاية إكس يتغير، عندك جي فتحة لإكس وهي المشتقة لجي جي لإكس هي موجبة، وعندنا جي دو إكس عندك ينعدم من أجل إكس يساوي واحد كما رأنا شفناها سابقا. إذن عبور من صفر لهنا لازم يكون لهنا سالب ولهنا زيد. إذن حسب الجدول من أجل إكس ينتمي إلى المجال صفر واحد، ها هي صفر واحد، جيل إكس وشن هي؟ سالبة، ها هي سالبة. من أجل إكس ينتمي من واحد حتى زائد ما هي جيل إكس موجب، هاي لنا. الجزء الثاني من المسألة، نعتبر الدالة العددية f معرفة على مجال صفر من بما يلي: f x يساوي x زائد 1 ناقص 2 على x ln x، وليكن c المنحنى الممثل للدالة f في منعلم متعمد ممتضم 0 اي جي. أولا بين أن لليميت ل f x إذا x يعلو صفر بالقيم أكثر من صفر تساوي زائد ما لا نهاية، وأول تأويل هندسيا النتيجة. إذن نبدأ بالسؤال الأول للجزء الثاني، لا ليميت، هاي لا ليميت، لا ليميت لإكس كما راكم تشاهدوا لنا هي لا ليميت إكس زائد لا ليميت لهذا الطرف واحد ناقص 2 إكس ln إكس،
لهنا لا ليميت ل اكس صفر هو صفر، لا ليميت هذه هي لا ليميت لهذا الجزء واحد ناقص اثنين على اكس مضروب في لا ليميت ال اند اكس. لهنا اذا اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، اذا اكس يؤول الى صفر معناه اثنين على اكس يساوي زائد ما لا نهايه، كي ندخلوا عليه النقص ولي ناقص ما لا نهايه، هاي ناقص ما لا نهايه. اذا كان ال ان اكس من اجل اكس يؤول الى صفر بالقيم الموجبه فان هذه ناقص ما لا اكس، ناقص ما لا اكس ناقص ما لا نهايه مضروب في ناقص ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. السؤال الثاني للجزء الثاني، لا ليميت لاف دي اكس اذا اي اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، هي هذه العباره كل زائد ما لا نهايه. واش لاحظوا لهنا ليميت لا اكس يؤول زائد ما لا نهايه، ليميت لهنا ال ان دي اكس لاننا ضربنا الواحد في ال ان دي اكس اذا اكس يؤول زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. ولهنا العباره هي صفر، عليه لينا في الدرس تاعنا الدرس لازم تعرفوه لا ليميت ال ان دي اكس اكس اذا اكس يؤول زائد ما لا نهايه هي صفر، علاه؟ لان اكس متغلب على ال ان دي اكس. اذا النتيجه لا ليميت لاف دي اكس اذا اكس يؤول زائد ما لا نهايه زائد ما لا نهايه. عندك 2 با، واش يقول 2 با؟ بين ان المنحنى سيقبل بجوار زائد ما لا نهايه فرعا شلجميا في اتجاه مستقيم دي الذي معادلته إكراك يساوي اكس. اولا نبحث عن لا ليميت لاف اكس على اكس، لان على اكس واش نلقاو؟ نلقاو واحد، هاي لهنا راكم تشوفوا لهنا انا قسمنا ولهنا صفر لهنا صفر ولهنا كذلك صفر، هنا واحد وندرسو كذلك لا ليميت نتاع اف دي اكس ناقص اكس. يعني هذا في الحالة يعني هي كيفاه؟ هي إكراك هي أ إكس زائد بي الأ هذا الأ هذا هو لا ليميت لإف إكس على إكس، هذا هو الأ. واش نلاحظو لهنا؟ لا ليميت إف دي إكس ناقص إكس هي زائد ما لا نهاية. اذا هذه لهنا، اذا المنحنى سيقبل بجوار زي ما فرعا شلجميا في اتجاه المستقيم دي الذي معادلته إكراك يساوي اكس. ثلاثة ألف بين ان اف فتحه لإكس وهي المشتقة لاف تساوي جي لإكس على إكس مربع لكل من إكس المجال زيرو صفر زائد ما لا نهاية. إذا هنا نحسب المشتقة لاف، المشتقة لاف راكم تشوفوا لهنا هي المشتقة لإكس هي واحد، المشتقة لهنا لجدا لدالتين شوفوا دالتين لهنا U في U مضربة في V نهاية نوصلو F فتحة ل X هي جد X على X مربع. ثلاثة B بين أن الدالة F متناقصة على المجال صفر واحد
ومتزايدة على المجال الواحد زائد ملانيا. مثلا إذا الإشارة تاع اف فتحة لإس تتناسب مع الإشارة تاع جي دي إكس. جي دي إكس سالبة في المجال صفر واحد، وإكس مربع إكس مربع إكس مربع موجب إكس مربع، إذا اف فتحة هناك سالب، سالب في المجال صفر واحد. وكذلك بالنسبة لي جي دي إكس موجب، ومنه أن اف فتحة لي إكس موجبة. من ننطلق من هذا النتائج ونرسم الجدول التغيرات للدالة. عندك إكس يتغير من صفر زائد ما لا نهاية صفر خارج المجال، اف فتحة لي إكس تنعدم من أجل إكس يساوي واحد، وأف دي إكس هي متناقصة من صفر لواحد ومتزايدة من واحد زائد ما لا نهاية عبر من واحد، لأن اف لواحد اف لواحد هو واحد. ربع ألف حل في المجال صفر زائد من هنا معادلة. إذن هذا المعادلة كما راكم تشوفوا فيها جزئين جدا لدالتين، الدالة الأولى واحد ناقص واحد اثنين إكس، والدالة الثانية هي الأند إكس. إذن باه تكون هذه المعادلة كما راهي جدا يعني يساوي صفر، لازم يكون العامل الأول واحد ناقص اثنين إكس يساوي صفر، والأند إكس يساوي صفر. إذا كان واحد ناقص اثنين على إكس يساوي صفر، معناه أن إكس يساوي اثنين. إذا كان ألان إكس يساوي صفر، معناه إكس يساوي واحد. إذا المعادلة لديها حلين إكس واحد وإكس اثنين. ربع بي، استنتجنا المنحنى سيقطع المستقيم دي في نقطتين يتم تحديد زوجي إحداثيته كل منهما. ربع بي، إذا تقاطع للمنحنى سي والمستقيم دي ينتج عندك إيكراك يساوي إكس وإيكراك تساوي إكس إلى آخره. هذه الجهة كل هي إف لي إكس، إذا نديرو إف إف دي إكس يساوي إكس. لنا هكذا إذا المعادلة هذه لديها عندك هذه هناك مصنوعة حلين، من أجل إكس يساوي من إف دو واحد إف لواحد هو واحد، من أجل إكس يساوي اثنين إف لاثنين يساوي اثنين. إذا النقطتين المطلوبتين هما إم ذات الإحداثيات واحد واحد، وأن هي ذات الإحداثيات اثنين اثنين. ربع جيم، بين أن إف دو إكس يساوي أقل من إكس ويساوي لكل إكس من المجال واحد واثنين، مستنتج الوضع النسبي للمنحنى سي والمستقيم دي على واحدة. إذا هاكم تشوفوا نحسب إف لو إكس ناقص إكس، يمدلنا العبارة هذي. وبما أن ألان دو إكس يساوي صفر في المجال واحد واثنين من الجهة، فهنا العبارة هذه راكم تشوفوا إكس ناقص اثنين أقل من صفر في المجال ده، إكس على ذاك. إذا هذه العبارة كل سالبة من أجل المجال واحد واثنين، أي أن عبارة إف لو إكس ناقص إكس سالبة على المجال واحد واثنين، ومنه وبالتالي إف لو إكس أقل من إكس. لأن هنا مش العبارة وشني إف لو إكس أقل من إكس، معناه أن المنحنى سي تحت دي. هنا سي تحت
المستقيم دي همسي لنا من واحد حتى الاثنين هم لنا سي راهو تحت المستقيم دي. الإنشاء خمسة أنشاء في نفس المعلم أوريجي المستقيم دي والمنحنى سي نقبل المنحنى سي نقطة انعطاف وحيدة أفصلها محصورة ما بيننا. إذن نبدأ في الرسم نتاع عندك المعلم صفر اي جي عندك نرسم المستقيم دي ها ولا هنا باللون الازرق ونرسم المنحنى سي نشوفوا عبور من ام لان ذروه ام في ذروه ام من اجل واحد اكس يساوي واحد اف لواحد يساوي واحد هذه الذروه تاع المنحنى والادنى. إذن هذا هو الرسم ومن أجل 2.4 عندنا لهنا نقطة تعاطف أي لهنا نقطة تعاطف ستة أليف بين أن التكامل من واحد لاثنين الان اكس على اكس دي اكس يساوي واحد على اثنين الان اثنين مربع. اذا نستعمل تكامل التجزئة تكامل التجزئة اي لي اكس واحد اي فتحة لي اكس هو واحد على اكس اي الان دي اكس في ل x هي ل ان دي x في واحد ل x. إذا استعمل العبارة هذه مهمة فكل إنسان يكون يعرفها. أن واحد إي فتحة قلنا ل x إلى آخره عندنا لهنا إي هذه هي نعتبر ل ان دي x اثنين لنا واحد على اثنين ولهنا واحد اثنين نعتبر اي هي التكامل من واحد على اثنين ال ان دي اكس على اكس دي اكس واش نلاحظوا لهنا نعوض لنا اي هي واحد على اثنين. إذن اثنين اي لهنا نقص اي نحولها الى الجانب الايسر يولينا اي اثنين اي هنا ال ان ولكن دائما ما نساوش واحد واثنين لهنا اي هي ال ان دو اكس على اثنين ولكن من واحد على اثنين تمدلنا نهاية اي هي ال ان اثنين مربع على اثنين هذه هي النتيجة أنا وصلنا لها. ستة بي بين أن الدالة اثنين ألين إكس ناقص إكس هي الدالة أصلية لكن هذه الدالة هي يعني الدالة أصلية معناه أن المشتقة تاعها هي اثنين على إكس ناقص واحد وهذا معروف أش. إذن هذه هي أش.
H هي H فتحة كبيرة من X إلى إذن H هي فعلا دالة أصليا للدالة H صغيرة ستة جيم باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن إلى آخره من هذه إذن لهناكم شوفوا لهنا التكمل من 1 3 2 2 إلى آخره ناقص لهنا معروفة لقيناها سابقا لهنا معروفة ln dx دائما معروفة ln dx هي x ln x ناقص x هذه معروفة يعني في الدرس نعوذ نستعمل الحدود ح واحد اثنين إذا نتوصل لهذه النتيجة و التكامل من 1 على 2 2 على x ناقص 1 ln dx dx هي ln 2 ناقص 1 2 مربع أي 1 ناقص ln 2 مربع 6 دال مساحة حيز المستوى المحصور ما بين C و D و المستقيمين الذين معادلتهم x1 و x2 إذن هذه المساحة لازم تكون موجبة من 1 إلى 2 تكون موجبة ونعرف أن f ل x ناقص x هي سالبة هذه النتيجة هذه موجودة في الأسئلة السابقة إذن القيمة القيمة لأن القيمة موجبة باه تكون موجبة هذا f ل x ناقص x هي سالبة ضربها في الناقص تولي موجبة هذه القيمة المطلقة هذه إذن بتكون موجبة لازم أننا نستعملوا النقص كي نستعملوا النقص تولي العبارة تتبدل في الشكل تاعها تولي 2 على x ناقص 1 ln dx ونعرفوا هذه درناها يعني حسبناها في السابق لقيناها بلي لار هذه المساحة هذه هي كما راكم تشاهدوا لقيناها سابقا إلى هنا هي واحد ناقص ln اثنين مربع سنتيمتر مربع ثالثا نعتبر متتالي عدائين معرفة بما يلي U صفر يساوي ذاك و U n زائد واحد يساوي F ل n U n لكل n من n لكل n من المجموعة نتاع الأعداد الطبيعية أولا نبين بالتراجع أن UN محصورة ما بين 1 و 2 لكل N ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية كيف هذاك؟ إذا لدينا UN محصورة ما بين 1 و 2 أي أن UN ينتمي إلى المجال 1 و 2 وبما أن F متزايدة على ذاك إذا متزايدة معناه من واحد واحد على زين مثلا من واحد على هناك متزايدة أنا لقيناها شوف الجدول السابق ان هي اف ان معناه متزايدة معناه اف لي واحد اقل من اف لي ان اقل من اف لي اثنين لأن واحد أقل من اثنين أي
اف لي ان هي يو ان زائد واحد، دونك محصوره ما بين واحد واثنين، وهذا ان العباره صحيحه لاجل ان زائد واحد اي هنا، وبالتالي ان يو ان محصوره ما بين واحد واثنين مهما كان قيمة ان ينتمي الى مجموعه الاعداد الطبيعيه. إذن لقينا لهنا اثنين، ولدينا من جهة أخرى أن UN محصورة ما بين واحد واثنين، أي أن UN ينتمي إلى المجال واحد واثنين، إذن FUN أقل من UN. لا بس كله هنا ثاني واحد على اثنين، هاك تشوفوا هنا واحد على اثنين، ولا هنا واحد على اثنين، من واحد على اثنين اف لي ان ثاني من واحد على اثنين، هاك تشوفوا هنا اف يوان أقل من يوان، لا لأن هذه من واحد إلى اثنين هي يوان فيسكية يوان تالي، وبالتالي فالمتتاليان متناقصة. إذن اف ليو ان، إذن اف ليو ان أقل من يو ان، يعني أن يو ان زائد واحد أقل من يو ان. وبالتالي فإن المتتالية الآن متناقصة. ثالثا لدينا كذلك يعني محصورة ما بين واحد إلى اثنين، يعني أن المتتالية محدودة من الأسفل بالعدد واحد، وبين المتتالية متناقصة كما شفناها هاك متناقصة، لا لنا لنا هذه العبارة شفناها سابقا، شفناها سابقا هذه شفناها سابقا، شفناها اف ليكس ناقص x سالبة، معناه f un ناقص un سالب، أي f un أقل أو يساوي un. بما أن المتتالية يعني محدودة من الأسفل بالعدد واحد، وبما أن المتتالية متناقصة فإنها متقاربة متقاربة، هذا هو الشروط باش تكون متقاربة، لازم تكون متناقصة ومحدودة من الأسفل، وإذا كان ثاني متزايدة ومحدودة من الأعلى تكون كذلك متقاربة.
لهنا لدينا اف مستمره على المجال صفر زمنا وبالخصوص على المجال واحد واثنين. إذن اف لي واحد اثنين هو يمدنا واحد اثنين، اي ان اف واحد اثنين هو ينتمي الى المجال واحد اثنين. وبما ان ان متقاربه و ان داخل في واحد اثنين في المجال، فان هي المتتاليه ان تحقق اف لها يساوي واحد. وبما ان متناقصه فان ان اقل من اي صفر، ان اقل من صفر مهما كان قيمه ان ينتمي الى الاعداد طبيعيه، اي ان ان اقل من جذر ثلاثة، اي لا ليميت لان اذا كان ان يؤول زمن هي اقل من جذر ثلاثة، وبالتالي لا ليميت النهايه لان اذا كان ان يؤول زمن هي واحد. هذه هي النتيجه، والسلام عليكم ورحمه الله.